النبي هو الذي تنبه بالتنقيط بنقطة باء البسملة قبل أن ينقط القرآن رسما وكتابة، فقال: أيها الناس، جمعت علوم ما في الكون في القرآن الكريم، وجمعت علوم القرآن الكريم في الفاتحة، وجمعت علوم الفاتحة في البسملة، وعلوم البسملة بالباء، وعلوم الباء بالنقطة، والنقطة هي علي بن أبي طالب. لذلك عبد الباقي العمري في قصيدته المكتوبة في داخل ضريح الإمام أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه: علي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، يقول: وأنت أنت نقطة باء، وأنت أنت نقطة باء مع توحدها بها جميع ما في الذكر قد جمع. إلا أنت نقطة الباء التي جمع فيها كل ما في الكون وكل ما في القرآن، يعني علي. لذلك النقطة في العلوم الحديثة تعرف بأنها النقطة هي التي ليست لها بداية وليست لها نهاية. فإذا كان علي هو النقطة، فعلي الذي ليس له بداية وليس له نهاية، فحينما يقول: أنا الأول قبل الإنشاء والآخر بعد فناء الأشياء، فلنتأمل في هذه الكلمات، لأن لها تأويل ولها تفسير عند علي سلام الله عليه.